يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين وكل اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة أول أيام عيد الفطر المبارك، ربنا يديم علينا الأعياد والفرح والأيام الحلوة والأجواء المبهجة اللي بتملأ البيوت. كل سنة وحضراتكم طيبين ومبسوطين وفي خير وفي أمن وفي سلام. وزي ما تابعنا مع حضراتكم منذ قليل احتفالية عيد الفطر بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبناء الشهداء، شهداء القوات المسلحة وأيضا الشرطة، يعني في محاولة لرد جزء ولو بسيط جدا من جميلهم علينا، في لفتة طيبة لتقديم الشكر والعرفان لما قدموه هم وأسرهم، وأكيد عيدهم طبعا في الجنة أحلى بكتير. احنا كمان يمكن أيام العيد بالنسبة لنا بتكون فرصة كويسة عشان نتجمع مع بعض ويكون في صلة رحم، بس للأسف مؤخراً بقينا بنعيد على بعض كده بحاجة بيطلق عليها على واتساب، بما أنه أكتر حاجة يعني بنتواصل بيها حاجة اسمها برودكاست، أو بتبقى رسالة كده مجمعة بنبعتها لأسماء كتير ومن غير بقى أسامي، بس هي رسالة بتوصل للناس كده كتير في قائمة طويلة فعلاً ما فيهاش روح ولا فيها أي ود ولا حميمية ولا حتى بنحس بالمعايدة. أتمنى أن احنا نبعد عن العادة دي تماماً، خلينا نرجع مرة تانية نزور بعض، نعيد على بعض على الأقل خالص، نتكلم بعض ونتصل ببعض ونطمن على بعض عشان ندخل فرحة على كل الأهل والأطفال والأصدقاء والجيران ومعارفنا وحبايبنا. ومناسبة العيد دايماً بيكون كده عندنا حنين للعيد زمان، أجواء العيد عيد زمان، روايح زمان وإحنا صغيرين، البهجة اللي كنا بنحس بيها، يمكن عشان كنا أطفال كانوا أهلنا بيفرحونا بالعيدية والفسحة والخروجات، يمكن جيلنا إحنا عايش الأجواء دي وعايش كمان الأجواء بتاعت السوشيال ميديا واللي موجودة دلوقتي، فعارفين نحدد ونعرف الفرق. فحاولوا تحسسوا أولادكم وتعيشوا أولادكم الجو اللي إحنا كنا بنعيشه زمان، حاولوا أن أنتوا وانتوا رايحين تصلوا العيد صلاة العيد يبقى معاكم دايما بلالين، يبقى معاكم دايما حاجات حلوة توزعوها على الأطفال، عودوا ولادكم ان العيد فرحة ولازم يفرحوا ويفرحوا اللي حواليهم، لما تنزلوا وتشوفوا جيرانكم صبحوا عليهم وتحكوا وابتسموا، عيد لازم كلنا نفرح، ربنا يملأ بيوتنا كلها طبعا بالبهجة والفرح والستر والحب. ومناسبة بقى ان احنا العيد النهاردة واول ايام العيد، فعندنا سؤال الحلقة، سؤال حلقتنا النهاردة هو هتقضي العيد فين وايه الفرق بين العيد زمان ودلوقتي؟ ده سؤالنا طبعا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، اكيد هنستنى اجاباتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده، بس اسمحوا لي كمان اشارككم اجابتي بما ان انا بحتفل مع حضراتكم بالعيد طبعا وليا الشرف، بما ان احنا هو اول ايام العيد انا معاكم النهارده في الحلقه وفي منتهى السعاده اكيد. وقبل ما اجي هنا رحت صليت العيد الحمد لله، والحقيقه يمكن وانا في الصلاه افتكرت كده من سنتين تقريبا وقت كورونا لما كانت الجوامع فاضية وما كناش حتى كنا بنتمنى بس ان احنا ننزل نصلي صلاة العيد ونحس ببهجة العيد، لما كنت موجودة النهاردة حقيقي قلت الحمد لله. ويعني دايما في كده جملة بتيجي في دماغي في المواقف اللي زي دي، كل مر سيمر، الحمد لله حاجات كتير قوي صعبة عدت علينا وعدناها مع بعض. لكن برضو خليني أقول لكم كده رسالة أو حاجة مش لطيفة قوي شفتها الصبح، يعني زي ما قلت لكم يمكن وأنا في الصلاة صلاة عيد النهاردة كان في ناس كتير قوي حتى أطفال كانت بتوزع بلالين وبتوزع حاجات حلوة على الأطفال وعلى الناس وأنا كنت واحدة منهم طبعا، ودي كانت لفتة لطيفة جدا جدا جدا، بس حاجة واحدة بس صغيرة قد كده هي اللي ما كانتش لطيفة، إنه الناس بعد ما كانت بتخلص علب الحلويات اللي كانت معاهم كانت بترميهم في الساحة بتاعت المسجد، فطبعا لما بنقوم نمشي بيبقى مش ألطف حاجة، فبس دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن ناخد بالنا منها، لكن اللفتة طبعا طيبة جدا ولطيفة جدا، وحقيقة كان في سعادة وبهجة وألوان كده كتير، حالة فرح كانت موجودة في الشارع، كان الجامع ما شاء الله كان زحمة جدا، كان في ناس كتير جدا. يعني دي كانت مشاركتي مع حضراتكم لسؤال حلقة النهاردة. مرة تانية سؤالي النهاردة في الحلقة هو إزاي بتقضوا العيد، هتقضوه فين وإيه الفرق بين العيد زمان والعيد دلوقتي؟ صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر. خلينا نروح نصبح على زميلتنا لمياء حمدين نعرف منها آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات، وأكيد نقول لها كل سنة وانتي طيبة. كل سنة وانتي طيبة يا لمياء. وانتي طيبة يا جمانة، وصباح الخير عليكي، وكل سنة وانتي طيبة، وكل سنة وكل الناس طيبين يا رب. قولي لي بقى عملتي إيه في العيد أو هتعملي إيه في العيد، وكن إيه الفرق بين العيد زمان والعيد دلوقتي؟ العيد دلوقتي إن إحنا بنشتغل
وبعد كده بنشوف بعد ما بنخلص شغلنا بنشوف هنعمل ايه في يوم العيد. انما قبل كده واحنا صغيرين ده بيبقى من ليله العيد بقى، ان احنا بنلبس البيجامه بتاعتنا وماما جايبه لي العروسه بتاعتي وحطها جنبي على السرير عشان اصحى اشوفها. موضوع البيجامه ده مهم جدا على فكره، جدا جدا. وبعدين الصبح بقى بقوم البس اللبس الجديد ونصلي العيد ونفرح بالبلالين، والاقي طبعا تليفونات، ولو ما فيش تليفونات معايدات يعني لينا اهالينا وقرايبنا بيجونا من كل مكان. لكن خليني اقول لك امبارح جات لي مكالمه لطيفه جدا من قرايبي بقالي سنين ما اتكلمتش معاهم، اتبسطت قوي، حسيت ان العيد كان امبارح مش النهارده، بصراحه اتبسطت جدا. لكن في طبعا خريطه كده وبلان ماشيين عليه النهارده بعد ما اخلص شغلي هقضي العيد ازاي مع ابني، واهلي طبعا هيجوا لي وهروح لهم وهيبقى يوم لطيف. كل سنه وانت طيبه، يا رب تتبسطوا، كل سنه وانت طيبه، وكمان يوسف ابنك طيب. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل حضراتكم طيبين. وخلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده في اول ايام العيد. النهارده الطقس هيكون مائل للبروده صباحا ومائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وفي شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجه الحراره في القاهره النهارده 26 درجه، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 36 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 20 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وخليني أبدأ معاكم في البداية بأهم الأخبار والأحداث، ومن أهمها تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بحضور قيادات الدولة وكبار المسؤولين. اصطحب سيادة الرئيس عدد من الأطفال أبناء الشهداء من الجيش والشرطة لمشاركتهم في احتفالية عيد الفطر. وعقب صلاة العيد شارك سيادة الرئيس أبناء وأسر الشهداء من الجيش والشرطة في احتفالية العيد بمركز المنارة، كما قام السيد الرئيس بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة خلال الاحتفالية. أيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل أمس التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مع ملوك ورؤساء وزعماء عدد من الدول العربية، من بينهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. أيضا سيادة الرئيس تبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد ورشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل امبارح في اتصالات هاتفية مع ملوك ورؤساء وزعماء عدد من الدول العربية التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وتلقى سيادته اتصال هاتفي من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، واللي أعرب فيها عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر قيادة وشعب وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء. وخلال الاتصال أعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل الرئيسان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بكل تقدم واستقرار، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالسلام والأمن. امبارح كمان أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين، وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأجرى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، وتقدم سيادته بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم. امبارح أيضاً أجرى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وتوجه الرئيس بالتهنئة لشقيق الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار. وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح اتصال هاتفي من السيد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، واللي أعرب فيه عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر حكومة وشعب كل الخير والتقدم والرخاء، في حين أعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كمان امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتوجه الرئيس إليه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالرخاء والازدهار لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعب. وخلال الاتصال أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة وتقديره للرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعب كل التقدم والازدهار والسلام. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر، وتقدم الرئيس بالتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيدها على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأعرب أمير دولة قطر عن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معرباً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعب بالتقدم والازدهار وللأمتين العربية والإسلامية بالأمان والسلام. وأيضاً تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته لمصر حكومة وشعب بدوام الخير والازدهار. كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار والموضوعات المهمه اللي حصلت، منها مشاركه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمه منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقه والمناخ بدعوه من الرئيس الامريكي جو بايدن. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحه نشر على صفحته الرسميه على فيسبوك بيان بيؤكد تامين وعوده كافه عناصر القوات المسلحه المصريه بالسودان، ووزارة الداخلية أيضاً شاركت المواطنين احتفالهم بعيد الفطر المبارك. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وده بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة. وشارك الرئيس في المنتدى للسنة الثانية على التوالي كمتحدث رئيسي في ضوء تولي مصر رئاسة الدورة 27 للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، واستناداً للدور اللي بتقوم به مصر في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك بيان بيؤكد فيه أنه في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية في مصر والسودان لتأمين عودة القوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، وفي مساء الأربعاء 19 إبريل تم اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدى القواعد الجوية بالأراضي السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية المصرية بالقاهرة. وفي صباح الخميس 20 إبريل وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان، تم تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر السفارة المصرية تمهيداً لإتمام إجراءات إخلاءهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن. امبارح شاركت وزارة الداخلية المواطنين احتفالهم بعيد الفطر المبارك، وتم توزيع عبوات كعك على النزلاء بعدد من المستشفيات العامة ودور رعاية الأيتام. كمان في إطار مبادرة كلنا واحد، قام رجال الشرطة بتوزيع وجبات الإفطار على المواطنين بالميادين العامة والطرقات ممن تصادف تواجدهم أثناء وقت الإفطار، وده يأتي تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.
زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن الأعياد وعن طقوسنا في الأعياد، زي ما احنا كنا بنتكلم معاكم عن البسكوت والكحك والعيدية وبيجامة العيد واللبس الجديد، كمان دايما في رمضان دايما بنبقى مرتبطين قوي بالمسلسلات وممثلين في المسلسلات دي والدراما، عشان كده واحنا بنتكلم دلوقتي في العيد وبنحتفل بالعيد كان لازم كمان ان احنا نحتفل بفنانينا اللي امتعونا الحقيقه في رمضان بدراما رمضانيه هايله، زي ما تابعنا كان في باقه متنوعه الحقيقه ودسمه جدا من الدراما والمسلسلات اللي كانت موجوده المتنوعه. وزي ما قلت لحضراتكم لازم كمان نعيد على فنانينا الحقيقه اللي امتعونا في رمضان، عشان كده احنا معانا دلوقتي الفنان وليد فواز اللي قدم لينا السنه دي في دراما رمضان دورين مهمين جدا. الاول هو دور ابو اسامه في الكتيبه 101، والثاني هو المطلب ان عبد الله في رساله الامام. الدورين الحقيقه كانوا اجمل من بعض. خلينا بقى نصبح على الفنان وليد فواز ونعيد عليه. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا جمانه، وصباح الفل، وكل سنه وانت طيبه واسرتك بخير وسعاده ومصر كلها بخير وسعاده يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك. طيب بقى يعني ما ينفعش تبقى معانا وما اسالكش سؤال الحلقه. سؤال الحلقة النهاردة بيقول هتقضي العيد فين؟ وإيه الفرق بين العيد زمان والعيد دلوقتي؟ أولاً أنا أوريدي خلاص ببدأ يعني طقوس العيد، يعني أنا سافرت بلدي الأصلية يعني عشان أنا مش شرقية، فأنا رحت عشان بقى أزور بقى العيلة وكل القرايب. طبعاً اليوم بيبدأ طبعاً معايا طبعاً كان بدأ بصلاة العيد، بعد كده بقى الكحك بقى الجميل بقى والغريبة والبسكوت انت عارف بقى طبعاً يعني طبعاً طيب فاكر أول عيدية؟ عيدية فاكرها طبعاً، كانت 10 جنيه جديدة خدتها من بابا. طب دلوقتي طبعا انت اللي بتدي العيديه ها؟ طبعا اساسي طبعا. طيب وليد طبعا يعني انت امتعتنا الحقيقه في رمضان، والف مبروك على الدورين، دورين ناجحين جدا. ولازم نعرف المشاهدين كمان كواليس الادوار دي، دورين مختلفين كمان تماما عن بعض، حقب زمنيه مختلفه تماما، خط درامي مختلف تماما، نوع دراما مختلفه تماما. بالظبط. طبعا انا كان الحمد لله كنت محظوظ ان انا كممثل مصري شغال مع المتحده اللي هو يعني انتاج بيوفر كل حاجه الحقيقه، يعني كل حاجه يعني العناصر اللوجستيه الفنيه، فالانتاج بتاع المتحده يختلف عن اي انتاج تاني لانه عنده القدره الكبيره يعني. فبالنسبه للكتيبه طبعا انا اتشرفت انه انا صحيح ان انا ما كنتش ماسك سلاح على الجبهه وقاتل يعني بشرف زي الجنود المصريين وابطالنا، لكن انا كممثل وكقوه ناعمه زي ما السيد الرئيس دايما يقول يعني انه احنا في معركه لاعاده تشكيل الوعي، فانا كان بدون تفكير انا على طول اول ما جالي شرف التكليف، انا بسميها شرف التكليف، ان انا اشتركت في هذا المسلسل كنت حاسس بسعاده غامره جدا وحاسس بان انا بعمل حاجه كبيره جدا لبلدي، وان انا بحاول ابين للاجيال اللي مش عارفه ابطالنا في الجيش المصري عملوا ايه. فلذلك كان الموضوع بالنسبه لي جميل جدا. اجواء كانت جميله، يمكن تكون كانت صعبه شويه عشان كان عندنا بقى درجات حراره مختلفه، شتاء وصيف وكذا. اللهجه كانت باللهجه الصينية كانت صعبه، بس كانت تحدي بالنسبه لي كممثل. طب اتقنتها ازاي برضه؟ دي نقطه مهمه. الساده القائمين على المشروع يعني انا اولا من خلال المداخله الجميله دي برنامجك الجميل انا بوجه الشكر لكل الساده القائمين في الشؤون المعنويه ان هم وفروا لنا بجد مصححين للهجه، بوجه شكري لثابت وخالد ومحمود، فكانوا بيحولوا السكريبت او الحوار بيحولوه الى اللكنه السيناوي، وانا اجتهدت بقى كدوري كممثل عشان اعمل دوا. نيجي للمسلسل الثاني رساله الامام، طبعا بقالنا فتره كبيره جدا ما عملناش عمل تاريخي ديني، عمل متعوب عليه جدا، السكريبت كان بيمر على كذا لجنه، اللجنه الاولانيه الازهر الشريف اللي بيدقق ويفحص ويمحص في كل حاجه عشان نقدم محتوى يحترم عقل المتفرج المصري والعربي يعني. وهو ده قدر وقدر مصر في ان هي دايما بتقدم وتكون سباقه ورائده في الدراما العربيه كلها.
طيب الحقيقه يمكن وليد انت اشرت لنقطه مهمه جدا، خليني اتعمق معاك فيها شويه. يمكن لما اشرت لفكره شركه المشاركه المتحده للخدمات الاعلاميه والانتاج الضخم وفكره التدقيق والتمحيص والاهتمام بادق التفاصيل، انت فنان موجود في المجال الفني بقالك فتره وسنين كتير. لو هتكلم عن ايه اللي تبدل في الاحوال عشان نشوف شكل الدراما ده ونشوف عوده زي ما انت بتتكلم حتى عوده الدراما الدينيه مره تانية، او نشوف الزخم ده من الاعمال بالجوده دي؟ اولا انا بشكرك يا جمانة على السؤال الجميل ده. طبعا مع وجود الكيان الضخم الكيان المتحده اصبح في ضوابط كثيره جدا بتنظم العمل الانتاجي. بقى في كود كده محترم للمحتوى اللي بيتقدم. قبل وجود المتحده بهذا الكيان المحترم كان الموضوع كان شويه عشوائي، كان الموضوع اي يعني مش متنظم. لما جت المتحده بقى في روابط واحترام للقيم المجتمعيه والقيم الاسريه وقيم البلد يعني. الحاجه الثانيه بدانا نهتم بانواع من الدراما ما كانش بيسلط عليها الضوء قوي يعني، او ما كانش فيه اهتمام بيها قوي، وهو ابرزها الدراما الوطنيه او الدراما الحربيه او الدراما العسكريه. احنا ده نوع من الدراما مهم جدا جدا طبعا. عشان الاجيال او معلش عفوا في استخدام اللفظ يعني، انه في بعض الناس بيكونوا قاعدين ورا الكيبورد اسهل حاجه يقول لك اللجان الالكترونيه يعني. بالظبط. او انه ناس تسال اسئله ملهاش اي معنى يقولوا طب الجيش عمل ايه؟ لا الجيش عمل كتير، والجيش احنا عايشين في امان وعايشين في بجد في افضل بلد متماسكه وامنها القومي ربنا يحفظه كمان وكمان بسبب هذا الجيش العظيم وجنودنا وابطالنا اللي بوجه لهم التحيه وبقول لهم كل سنه وهم طيبين. فوجود المتحده يعني جمانه بجد والله فرق معايا انا كممثل كمان، والله ان انا حاسس ان ليا ظهر تقيل انا بستند عليه كممثل. كل حقوقي باخدها الحمد لله انا وزمايلي، فسعيد جدا بجد. ولما يكون في محتوى جيد تقدر انت كمان تقدم فن جيد، ده بكل طبعاً تاكيد طبعا. وهرجع برضو ثانيه اقول لك انه سياده الرئيس لما مرارا وتكرارا يقعد يقول انه يا جماعه احنا في معركه تشكيل الوعي، او تشكيل الوعي ده عشان تشكل الوعي لابد من دراما جيده. صحيح. دراما جيده على مستوى صناعه التلفزيون وعلى مستوى صناعه الاعلام بشكل عام، اعلام ان كان التلفزيون اذاعه وتلفزيون او حتى محتوى فني دراما وافلام وما الى ذلك. اكيد بالظبط بالظبط. وهاخد من كلامك انه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الاعلام بشكل عام، فوجود نماذج مشرفه زي حضرتك وزي زمايلك الموجودين في تلفزيوننا المصري بيتنا الاساسي وبيتنا الاول، ده بيخليني انا كراجل متلقي وكراجل مشاهد ومتفرج ببقى سعيد جدا ومطمن جدا على مستوى ومستقبل الاعلام المصري ان شاء الله. دي شهاده نعتز بيها الحقيقه، وانا بشكرك جزيل الشكر وسعيده جدا بنقطه مهمه انت اتكلمت فيها، وهي فكره انه الفنان هو بيكلف في مهمه قوميه، وانه ليه دور في فكره تشكيل الوعي، ليه دور في انه يفرق في حياه الناس، يقدر حتى يوصل رساله من غير ما طول الوقت نقعد ننظر. الفن بالفعل شكل وجداننا لفتره طويله جدا ومحدش يقدر ينكر ده. انا بشكرك جزيل الشكر طبعا الفنان وليد فواز، كل سنه وانت طيب، وببارك لك مره ثانيه على الحقيقه النجاح الكبير اللي قدرت تحققه في رمضان. مشاهدينا يمكن دلوقتي الساعه 9 صباحا، وده موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع لمياء حمدين. تفضلي يا لمياء. شكرا لك جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك، حيث قام الرئيس السيسي بتناول وجبة الإفطار مع أبناء الشهداء من الجيش والشرطة وأسرهم المشاركين في الاحتفالية. وخلال الاحتفالية حرص الرئيس السيسي على تكريم عدد من أسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة.
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي، وحرص الرئيس السيسي أثناء الصلاة على وقوف عدد من أبناء شهداء مصر إلى جواره في الصلاة، كما أدى الصلاة إلى جانب الرئيس السيسي شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. الله أكبر. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب الرئيس السيسي في برقياته عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار. كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الجاليات المصرية المسلمة في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتلقى الرئيس السيسي برقية تهنئة بحلول العيد من كبار رجال الدولة. قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إن الشعب السوداني سيتجاوز المحنة التي يمر بها حاليا ويخرج منها أكثر وحدة، وبما يحافظ على أمن ووحدة السودان ويؤدي للانتقال الآمن للحكم المدني، مؤكدا أن القوات المسلحة ستواصل تقدمها في مواجهة المتمردين. أعلنت قوات الدعم السريع في السودان موافقتها على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، وأضافت قوات الدعم في بيان أن الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم. ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي جو بايدن عدة موضوعات من بينها أوكرانيا والصين والسودان، وذلك خلال اتصال هاتفي. وأضاف الإيزيزي أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول تطورات الوضع على الأرض في الآونة الأخيرة، بالإضافة للدعم المبذول للمساعدة في المجهود الحربي بأوكرانيا. وأكد الرئيسان خلال الاتصال عزمهما مواصلة الدعم على المدى البعيد. طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي دعم المكسيك لتنظيم قمة مع دول أمريكا اللاتينية، وفي مكالمة عبر الفيديو مع أعضاء البرلمان المكسيكي قال زيلنسكي إن بلده عرض على أمريكا اللاتينية عقد قمة خاصة وإظهار اتحادها فيما يتعلق بوحدة الأراضي الدول والسلام والاحترام بين الشعوب. ودعا الرئيس الأوكراني المكسيك إلى دعم خطته لإنهاء النزاع وتشمل انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. أكد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو رفضه تزويد أوكرانيا بأسلحة ومروحيات استوردتها بلاده من روسيا في وقت سابق. وقال بيترو في تصريحات صحفية في أعقاب محادثاته ومباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إن موقف بلاده الحالي يتمثل في أنه لن يتم استخدام الأسلحة في الحرب وأنه لن يتم توريدها إلى أوكرانيا أو إلى روسيا. قالت روسيا إن الانفجار الذي حدث في مدينة بلغورد الروسية الواقعة على مقربة من الحدود الأوكرانية حدث بسبب سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها فوق المدينة. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بأن ذخيرة سقطت بشكل غير طبيعي من الطائرة. قالت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية إن وضع بلادها كدولة تمتلك أسلحة نووية سيظل حقيقة لا يمكن إنكارها. واتهمت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة ودول السبع بالتدخل في شؤون بلادها الداخلية من خلال المطالبة بنزع الأسلحة النووية.
مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي خلينا نروح نشوف جنينة الحيوانات، حديقة الحيوان في الجيزة اللي دايما احنا متعودين انها من اهم الاماكن اللي الناس بتتجه اليها في اول ايام عيد الفطر عشان تحتفل بيه. خلينا نتابع مع حضراتكم الاستعدادات والتطوير اللي حصل في حديقة الحيوان بالجيزة، وكمان هنروح نشوف القناطر الخيرية ونتابع استقبال المتنزهات للزوار في اول ايام العيد والاجراءات اللي اتعملت عشان الناس تستمتع باجواء العيد في القناطر الخيرية. صباح الخير عليكم. كريم صباح الخير عليك، كل سنة وانت طيب. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة والشعب المصري كله بخير وسعادة وبركة. يعني عيد فطر مبارك على المصريين كلهم، خلاص انتهى شهر رمضان وأول يوم عيد الفطر. يمكن دايما العائلات عندنا في مصر بيبتدوا يوم عيد الفطر المبارك يتوجهوا للحدائق والمتنزهات العامة بشكل عام عشان يستمتعوا بأول يوم العيد. طبعا بتكون العائلات سوا، بيكون الأطفال موجودين، بيكون الأصدقاء كمان موجودين، بيبقى يوم هام جدا، بيكون في صلة الرحم وكمان الصداقة، وبيكون يوم هام جدا عشان الناس تخفف عن نفسها من وطأة الحياة وضغوطات الحياة بشكل عام. لكن كمان في فسح بتبقى فسح يعني ترفيهية وثقافية في نفس الوقت، زي حديقة الحيوان بيبقى ليها طعم خاص وطابع خاص طول عمرها وبصمة كده خاصة يعني في حياة الشعب المصري بشكل عام. ما ينفعش يكون حد فينا ما عداش على حديقة الحيوان. لكن عشان نتعرف أكتر بقى عن التطورات اللي حصلت في حديقة الحيوان واستعدادات حديقة الحيوان لاستقبال المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك، معايا دلوقتي ضيفي على الهواء الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. برحب بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب بخير والشعب المصري طيب بخير. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر كلها بخير. الحقيقة طبعا يعني الحمد لله مصر يعني في بتنعم بأمان واستقرار، ويعني زي ما حضرتك شايف العيد جاي مناسبة جميلة الناس كلها بتجمع فيها. فأحب أوجه التهنئة لشعب مصر كله وطبعا وقيادة مصر العظيمة اللي محافظة على بلدنا. كل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة يمكن وزارة الزراعة الفترة اللي فاتت دي عملت جهد كبير جدا، وطبعا يعني كان في متابعة من معالي وزير الزراعة شخصيا لكل إجراءات التطوير في الحديقة، والحمد لله الحديقة يعني مشينا في ثلاث محاور رئيسية. إن احنا يعني استكملنا المجموعة الحيوانية، احنا جبنا الفترة اللي فاتت دي مجموعة حيوانات كثيرة جدا، ويمكن الجديد في التدبير ان احنا بندبر بدون اي اعباء ماليه، لان احنا عملنا خطه اكسار للحيوانات اللي موجوده عندنا، وبعض الحيوانات الهامه زادت بشكل ملحوظ زي فرس النهر اللي هو سيد قشطه، ده برضه حيوان مطلوب على مستوى العالم والسلاله بتاعته كويسه جدا عندنا، وبدانا نبدل مع حدائق عالميه ونجيب الحيوانات اللي مش موجوده عندنا. فالحقيقه جبنا الفتره اللي فاتت الزراف، جبنا سبع البحر، جبنا النمور البنغاليه، جبنا مجموعه من حيوانات كتير جدا تحت اشراف وزاره الزراعه. الحقيقه يمكن برضو الحاجه الثانيه المهمه يعني خدمات الجمهور ومنظومه النظافه داخل الحديقه. يعني الناس دايما كانت يعني بتشتكي من السنوات السابقه من تدني النظافه، الحقيقه اصبحت سماتها النظافه، موجود معانا شركه نظافه، موجود اعمال رش وتطهير وتعقيم لمبيت الحيوانات، والحمد لله الحديقه نظيفه جدا جدا، في صيانه رفع كفاءه دورات المياه. الحقيقه برضو عملنا خدمات ترفيهيه زي التنقل داخل الحديقه بالطفطف والجولف كار عشان برضو كبار السن ويعني الاطفال. ايضا يمكن استغلينا المسطحات المياه اللي موجوده بالحديقه، عملنا بدلات نهريه، عملنا مدينه ملاهي متكامله، سينما 7 دي، في انشطه ترفيهيه كتير جدا بتخلي المواطن يقضي يوم متكامل داخل الحديقه. يعني اذا التطوير شمل عديده جدا جوه الحديقه، منها يعني زياده عدد الحيوانات، اختيار انواع حيوانات جديده زي ما حضرتك ذكرت. يمكن حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا، فكره الزرافه. قد ايه الناس كانت فاكره انه الزرافه ماتت او ما بقتش موجوده، بالذات سوسن ان هي تعبت، هل هي دي بس الموجوده؟ يمكن الناس مهتمه قوي بموضوع الزرافه، ولا في حاجات ثانيه كمان موجوده؟ هل في بيت ثاني للزرافات ولا هي زرافه واحده فقط؟ لا، احنا عندنا ثلاثه زراف، في اثنين بيت للزرافة.
زرف موجودين، والاثنين سونسون دي موجوده في المبيت بتاعها المعروف، وفي اثنين كمان موجودين في المبيت الثاني. طيب عايزين نتكلم كمان يا فندم عن سعر التذكره الخاص بحديقه الحيوان، كان في كلام عن انه هيبقى في زياده لاسعار التذاكر، عايزين نتاكد من صحه المعلومه دي، سعر التذكره كام دلوقتي، وهل بعد التطوير والتطوير اللي شغال دلوقتي ده هياثر على دخول المواطنين او هيخلي مثلا المواطنين مش قادرين هم يخشوا حديقه الحيوان؟ لا انا بكى حكى ان حتى الان سعر التذكره 5 جنيه للفرد، والاطفال الاقل من 5 سنوات مجاني، وان شاء الله حتى بعد التطوير يعني الدوله مهتمه جدا انها تفضل في متناول جميع الاسر المصريه وجميع الفئات، وتبقى دايما برضو يعني مقصد لكل الاسر المصريه بكل فئاتها. شكرا جزيلا دكتور محمد رجائي على هذه المعلومات الوفيه، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير. وزي جمانه وزي ما جميع المشاهدين شفنا سوا يعني او سمعنا كمان سوا عن انه الحديقه بتتطور في كل النواحي، يعني زياده عدد الحيوانات طبعا عشان تزيد اوقات الترفيه للاطفال والمواطنين. خليني اقول لكم كمان انه اللي راح حديقه الحيوان هيبقى عارف انه على كل مكان او بيت خاص بنوع من انواع الحيوانات فيه تفصيله عن اسم الحيوان، هو اصله منين، عدد مثلا شهور الحمل، تفاصيل كثيره جدا عن كل حيوان يقدر المواطن وهو وعيلته ان هم يجوا اطفاله وان هم يتعرفوا على تفاصيل الحيوانات دي، وكمان معلومات عنها كمان تهمهم بشكل عام. كمان اكدنا على انه سعر التذكره لسه زي ما هو 5 جنيه وكمان لحد 5 سنين بدون مقابل مادي، ده برضو عشان الناس كانت بتقول ان في زياده في اسعار التذاكر، لكن لا تقدر كل الناس تيجي حديقه الحيوان، وده كمان التطوير مش بس على الحيوانات ولكن كمان ملاهي واماكن ترفيهيه جدا كتير جدا، يقدر كل العائلات ان هي تيجي تستمتع بوقتها في عيد الفطر المبارك في حديقه الحيوان. وكل سنه والشعب المصري كله بخير، والان برجع لك مره ثانيه يا جمانه. بشكرك يا كريم، طبعا شكرا جزيلا والشكر موصول لضيفك الكريم، واتوقع ان تكون نظره الناس كمان اتغيرت عن حديقه الحيوان بالجيزه، وشفنا صوره كمان تتحدث عن نفسها. بشكرك يا كريم جزيل الشكر. دلوقتي اروح لزميلي العزيز احمد الحسيني في القناطر الخيريه. صباح الخير عليكم، كل سنه وانت طيب يا احمد. صباح الخير يا جمانة، كل سنة وانتم طيبين. من محافظة القليوبية وتحديدا من القناطر الخيرية المشهورة بحدائقها الجميلة والخلابة، هنا في القناطر الخيرية في مساحات من الحدائق الخضراء بتصل لسبعين فدان. أنا تحديدا هنا موجود في حديقة عفلة أو المعروفة باسم حديقة عفلة، وتم تطوير اسمها لحديقة لؤلؤة الشرق. الحديقة دي هي مقامة على مساحة 13 فدان، تم تطويرها بشكل كبير، وهي كمان مطلة على نهر النيل ما بين القناطر القديمة اللي أنشأها محمد علي باشا والقناطر الجديدة اللي هي داخلة في الخدمة وبتشتغل. طبعا احنا هنا على فرع دمياط، الفرع الأيسر لفرع دمياط من نهر النيل. كتير من الأسر المصرية بتيجي هنا في فترة الأعياد وعيد الفطر للاستمتاع بالخضرة والمساحات الخضراء وجمال كمان النيل مع القناطر الخيرية، وفي كمان ألعاب ترفيهية. المحافظة هنا ووزارة الري يعني عملت استعدادات كبيرة جدا بالنسبة للحدائق، وتم تطوير عدد كبير من الحدائق الموجودة هنا في القناطر الخيرية. خليني أقول لكم كمان أن محافظ القليوبية دلوقتي بيقوم بالمرور على عدد من الحدائق الموجود منذ قليل هنا في حديقة عفلة قديما أو حديقة لؤلؤة الشرق حديثا، واطمأن كمان على أعمال الاستعدادات اللي أجرتها كافة الحدائق هنا في محافظة القليوبية وتحديدا في القناطر الخيرية اللي بتعتبر كمان هي وجهة مهمة جدا لعدد كبير من الأسر لقضاء أيام العيد بسعادة كبيرة وسعادة غامرة جدا، زي ما احنا رصدنا منذ قليل بعدسات الكاميرا أسر جت في اليوم الأول من عيد الفطر، وكمان بيزداد الإقبال مع الساعات لما يخش ساعات الظهيرة وكمان تاني يوم العيد. وبالتالي كمان احنا لو اتكلمنا عن تذاكر الدخول هنلاقي ان تذاكر الدخول في معظم الحدائق هنا في القناطر الخيريه هي متاحه لمتناول الايدي الجميع. كمان المحافظه هنا عملت استعدادات كبيره منذ صلاه العيد النهارده، وفرت بالتنسيق طبعا مع وزاره الاوقاف وفرت حوالي 1650 مسجد كبير هنا في القليوبيه وفي القناطر
القناطر لتوفير ساحات للمصلين هنا في مدينة القناطر. وطبعا في ألعاب ترفيهية تانية زي ركوب الخيل وكمان ركوب المراكب والاستمتاع باليوم المشمس الجميل النهاردة في أول أيام عيد الفطر المبارك. خلينا نرجع لكم مرة تانية بعد ما نقلنا لكم المشهد هنا في مدينة القناطر الخيرية. أحمد الحسيني طبعا بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر، استنونا. برحب بحضراتكم مرة ثانية، وزي ما كنا بنتكلم معاكم طول شهر رمضان، هي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقدم لنا وجبة دسمة جدا 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 وثرية جدا الحقيقة. خلال الموسم الرمضاني كان في ماتشات مباراة كده ما بين الأعمال الدرامية بكل أنواعها وبكل خطوطها، وواحد من أهم المسلسلات دي كان مسلسل سوق الكانتو. سوق الكانتو من أكتر المسلسلات اللي تربعت على عرش الموسم الدرامي السنة دي، مسلسل وصفوا النقاد باللوحة الفنية اللي رسمها صناعه بشكل مبدع ومميز، أشاد بيه كمان الجمهور الحقيقة بعد ما شافوا مباراة تمثيلية رائعة بين نجوم العمل أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، وأيضا نجمنا منورنا النهاردة في صباح الخير يا مصر الفنان الموهوب شريف إدريس اللي أبدع في دور رجب ضمن أحداث العمل. نورنا يا شريف، كل سنة وأنت طيب. أنت طيبة بصحة وسلامة ومصر كلها بخير وكل الناس بخير. هي أنا سعيدة جدا أنت معايا النهاردة، يمكن أنا وأنت كنا بنتكلم قبل الهوا، أقول لك أنت وش كبرنا معاه، يعني أنا بالنسبة لي شريف حضرته من أعمال، يعني هو كبر معايا، بتفرج عليك من وأنت صغير وبعدين دلوقتي ما شاء الله. لما جاء الدور في سوق الكانتو، سوق الكانتو يعني مجرد الأسماء اللي موجودة فيه لما بتخش كده في الأول بتحس إنه لأ، ده أنا إحنا هنا زي ما كنت بقول من شوية مباراة، في ماتش بيتلعب في التمثيل طبعا. لما جالك الورق واتعرض عليك الدور، إيه أول حاجة جت في بالك؟ بصي، هو بسم الله الاول، وانا بحمد ربنا ان انا اشتغلت في عمل كبير زي ده، تاليف استاذ هاني سرحان، اخراج استاذ حسين النباوي، نجوم بقى ما تعديش، يعني استاذ امير كراره، استاذ فتحي عبد الوهاب، استاذ مي، استاذ محمد عبد العظيم، تامر نبيل، واسلام حافظ، واحمد جمال، كلهم يعني ما شاء الله. فانت داخله منافسه كبيره وداخله تقفي وسط ناس نجوم حقيقيين وممثلين تقال، مش بس نجوم كبار، لا ممثلين تقال. فانا بحمد ربنا قبل اي حاجه انا اشتغلت في المسلسل ده، المسلسل ده ليه معزه خاصه في قلبي جدا. الدور لما قريته كان بالنسبه لي، عارفه، عايز اعمل حاجه جديده، عايز ارجع للناس بشكل جديد، عايز، ده كان اول حاجه فكرت فيها، واخد سكه لوحدي يعني لان كان معايا برضو اسلام حافظ واحمد جمال اصحابي، فكل واحد فينا كان عايز يتميز، وده حق كل واحد يعني. بس فانا يعني الحمد لله ان انا يعني اخدت سكه بتاعتي، واسلام اخد سكه بتاعته الرومانسي الجميل، احمد جمال خد سكه الجدع الشهم، وانا اخدت سكه الندل. طب قبل ما نتكلم بقى عن ازاي خدت السكه دي، في قصه كده كنا بنتكلم فيها قبلها، وسر كده، ان والدك الله يرحمه طبعا كان بيشجعك، كان على الدور ده تحديدا كان مبسوط بيه جدا. الحمد لله، الله يرحمه يا رب. هو كان يعني انا كنت بعدت شويه وخدت قرار ان ابعد، وهو كان نفسه ان انا ارجع، والحمد لله ان انا رجعت في عمل زي ده، فهو كان حبه جدا وكان فرحان جدا الله يرحمه، بس ما شاءش القدر يعني ان هو يتفرج. لا بس هو اكيد حاسس بيك واكيد فخور بيك، ويمكن انا مش قصدي ان انا اتدخل طبعا في خصوصياتك، بس كنت حابه اوجه له الشكر طبعا ونترحم عليه هنا كلنا، وهو اكيد فخور بيك زي ما احنا كمان فخورين بيك. الحمد. طيب نرجع بقى للسكه، سكه الشخصيه اللي انت قلت عليها، الشخصيه النادله. عملتها ازاي؟ يعني طبعا استاذ هاني سرحان كاتب الدور حلو وساعدني طبعا، اتنين بوجه لهم الشكر، استاذ حسين النباوي واستاذ امير كرار، يعني الاتنين بصراحه كانوا تشجيع مستمر
تفاصيل الأستاذ حسين ما بيعديش تفصيله. صحيح. يعني لو فعلا واقفة قدامه مش قادرة وتعبانة وهو هيعمل اللي هو عايزه، وهو مش هيقوله نيكست غير على اللي هو عايزه وشايفه صح. فده لما بيبقى في ظهرك مخرج انت واثقة فيه وبيهتم بالتفاصيل، ده بيساعدك جدا. طيب التحضير خد منك وقت قد ايه؟ يعني كمان احنا عارف لما بنيجي نسمع عن مسلسلات بتتعمل دلوقتي وممثلين او فنانين بيقوموا باعمال موجوده دلوقتي في 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 وقتنا الحالي، صعب ان هم سهل ان هم يعيشوا الشخصيات او حتى ينزلوا في اماكن التصوير يقدروا يعيشوا الشخصيه اللي هيمثلوها، بس احنا رجعنا 100 سنه لورا، ازاي قدرت تنقل الوقت ده بالشخصيه دي؟ يعني انت كمان محطوط في خلينا نقول فريم او في اطار بوقت معين بشكل معين طريقه كلام معينه الفاظ معينه. ده الورق طبعا، ووصف الورق ووصف الشخصيات على الورق برضو استاذ هاني يعني بتاع تفاصيل، يعني في الكتابه بتاع تفاصيل، وهو متميز قوي متمكن جدا في الفترات التاريخيه يعني. فده ساعدني بلس ان كان معانا ستايلست كمان استاذه مروه عبد السميع مذاكره الموضوع كويس جدا، ده ساعدني. الاجواء نفسها لما بتخش اللوكيشن وتشوفي الزملاء وهم لابسين، فده بيساعدك انك تمثيل ان انت تفهمي الكلام اللي انت بتقوليه. صحيح. وتحس بيه. تفهميه وتحسيه فترجميه على الشاشه في ادائك. هو ده التمثيل بكل بساطه، انت بتقري حاجه بتفهميها بتعيشيها بتحط نفسك مكان الشخصيه والاجواء بقى بتساعدك. ادوات مساعده طبعا. طبعا أكيد. في حاجات كتير بتساعدك يعني. اكيد. طب شريف بقى لما شفت الاكشن وقريت الاكشن ومشاهد اكشن كتير، قلقت ولا ما قلقتش؟ ايه اللي حصل؟ قلقت طبعا، لان يعني انت شايفه ده مش شكل اكشن خالص يعني. بس يعني كان معانا كابتن عبد الله وكابتن شيحه، هم اللي يعني اللي بيصمموا المعارك في المسلسل والاكشن وكده. بلس امير، يعني امير كان بيساعدني جدا ويقول لي ويوجهني اعمل ايه، لان هو طبعا استاذ في الموضوع. فالحمد لله طلع شكله كويس، يعني انا مبسوط بيه جدا. لا شكله هايل الحقيقه، مش بس كويس. حاجة عليا على فكره. انا والله العظيم ابدا، لا انا بقول لك الحقيقه. طيب هقول لك على حاجه تانية برضو، انت وانت بتتكلم معايا دلوقتي قلت لي ان امير كراره ساعدك جدا في المسلسل، ازاي؟ بصي، في ممثل او يعني في نجم بيجي شغله وبس. امير انسان كريم حتى في الشغل. بمعنى لو انا مثلا في حاجه مش مظبوطه هيجي يقول لي، لو شايف حاجه في مصلحه الشغل ممكن جمله يشيلها من عنده ويديها لك. يعني بيتابع تفاصيل الشغل مش بس مشاهده او مش لا وكمان جوه الشغل، يعني واحنا بنصور مثلا ممكن يشيل من عنده مشهد كامل علشان هو شايف ان هو في مصلحه الدراما، وفيتكلم مع استاذ حسين فيقول له طب ما احنا نعمل كذا او نعمل كذا. يعني مثلا هحكي لك حاجه، في مشهد الخناقه بتاعت الحلاق الايطالي كانت مكتوبه الخناقه ان هو بيقف واحنا بنبقى على جنب انا واحمد جمال، كل واحد فينا ماسك واحد بيتخانق معاه وهو في النص. فهو اقترح على استاذ حسين ان لا احنا لازم نبقى مع بعض، احنا ظهرنا في ظهر بعض، فبقينا معاه في الخناق ان الموضوع. فهو كريم في الشغل وفي الحياه وبني ادم، يعني انا ما شفتش الطف منه بصراحه. تعرف دي نقطه مهمه جدا، لانه دايما لما بيكون في الروح دي موجوده في اي لوكيشن تصوير بتطلع في العمل نفسه، يعني بيبان العين. ما ينفعش طبعًا. حد عين واحده تتابع كل التفاصيل، لازم يكون في اكتر من عين وتكون عين امينه. طبعا. طيب لو هنتكلم على اصعب مشهد شريف عمله في المسلسل ده، مشهد الحجز كان ايه اصعب حاجه فيه، اصعب لحظه فيه؟ هل في لحظه حسيت ان انت خرجت من المود مثلا، مش عارف تمثله، مش عارف تعمله باي اداء؟ لانه ممكن يكون احساس معين ممكن تعمل بكذا اداء. بص في مشاهد اللي بيبقى فيها حزن او بكاء، لو ما كنتيش صادقه الجمهور مش هيصدقك. صح. وبتبقي ارتفيشال. انا مشهد الحجز انت مصممه تنكدي عليا. يعني اول مره اقول الكلام ده، بس في مشهد الحجز تحديدا
كان في حد من الموجودين في الحجز كان قاعد قعدة والدي الله يرحمه آخر مرة شفته فيها الله يرحمه. فجت من جوه بقى يعني هو الله يرحمه. وصدقني انا يعني فكره ان هو شجعك على الدور ده وبسط بيه دي اكبر هديه واكتر حاجه حلوه ممكن تكون حصلت معاك. صدقني يمكن يكون هو ده سبب نجاحك. الحمد لله طبعا بجانب يعني المجهود اللي بذلته اللي كان واضح الحقيقه. طيب ايه الادوار اللي شريف حابب يلعبها بعد كده؟ وهنتكلم في حاجه فرايحه اهو اهو هسالك على حاجه مش هنكت خلاص. الله يرحمه الله يرحمه. ويعني صدقني هو في مكان احسن بكتير من هنا. انا عارفه ان ما بيبقاش ده اللي احنا عايزين نسمعه بيبقى تعبنا من سماعه. بس طيب لو ممكن بس نعرض حتى بعض المشاهد من مسلسل سوء الكانتو بعدين. بس اصبروا عليا انا الدكانه دي هخليها حاجه تانية خالص. هوضبها توضيبه هخلي كل الناس تحكي وتتحكى عنها. بعدين عندي واد خواجه بيدهن ايده تلف في حرير واشوف نجار كويس يعمل لنا بقى فاترينا كده في الوش ويملى المحل كله مرايات. حكم الستات برضو بيحبوا يقفوا يتفرجوا على المرايه كده على نفسهم. طب وبمناسبه المرايات بقى هنفطر ايه؟ عشان احنا ورانا شغل كتير. افطروا انتوا انا اقعد افكر في الدكانه. ماشي يلا بينا عشان نفطر. رجب ايه الاخبار؟ خلاص هديهم العربون والباقي بالاجل كمان. اجل ليه يا طه؟ ما انت معاك فلوس التهريب اللي فات. ما عارف انا بعمل ايه يا رجل. يا راجل ايه غريب اتفضلوا. العواف عليكم. عواف يا حبيبي. ازيك يا ام صالح؟ ازيك يا حبيبي اتفضلوا تشربوا ايه؟ ولا اي حاجه تسلم. احنا جايين لطاف كلمتين وماشيين على طول. يا مفيش ماشيين على طول تعالوا اتفضلوا اقعدوا. انت ابن حلال. ماشي يا سيدي كتر خيرك بس اشمعنى؟ اتفضل. ده ايه؟ دي فلوس يا طه اتصرفنا فيها. اهي النوايا تسند الزير. والله مش عارف اقول لكم ايه. تقولش حاجه احنا اخوات يا جدع. احنا مش هينفع نقف نتفرج عليك وانت في الظروف دي. كتر خيركم. بقول لك ايه دريب اللي حصل. مش قلنا مش هنقول حاجه دلوقتي؟ هو ايه اللي مش هتقوله حاجه؟ ايه رجل زي ما تابعنا المشهد ده. ايه ذكرياتك مع المشهد؟ بص انا ذكرياتي في المسلسل كلها حلوه. احنا يعني ما فيش مشهد في المسلسل ده ما فيهوش ذكريات حلوه. طبعا هزار وضحك وهو كل شويه يخش يقول لي هدمرك وجهك. طب فاكر موقف معين؟ احيانا اللوكيشنز دي بتبقى لطيفه جدا خاصه لو زي ما انت كنت بتتكلم الروح بين الكاست او بين النجوم الموجودين تبقى روح حلوه وفيها صداقه. وزي ما كنت بتتكلم امير كان بيساعدك وانتوا بتساعدوا بعض. اكيد كان في مواقف حد بيعمل مقلب في حد، حد بيعمل حاجه اكيد. يعني طبعا احمد جمال سعيد ده حاجه حاجة جميلة. أحمد جمال سعيد ما شاء الله عليه طويل، فأنا جنبه هو طالع صاحبي في المسلسل ومعظم الوقت مع بعض، وإسلام حافظ برضو طويل فإحنا أبقى واقف وسطهم كده، وأمير طبعا في الأكشن يجي يقول لي أنت بروسلي، فأنا بالنسبة لهم حتى تلاقي إسلام في مشهد بيقول لي الحقني يا رجب في خناقة، فأنا الحقك إزاي يعني. لا بصي كواليس المسلسل ده حقيقي بجد كل الناس يعني من اول عامل البوفيه لحد امير كراره واستاذ حسين حاجه يعني بجد ناس يعني قمه في الجمال والرقي في التعامل. والشركه كمان شركه سينرجي كمان بجد الناس بتوعها هايلين جدا جدا يعني كانوا موفرين كل حاجه وبنتعامل في اجواء عظيمه يعني. الروح كانت ظاهره الحقيقه يا شريف. بس انا برضو متابعاك وشايفه كده في شويه هزار انت واحمد وفيق على السوشيال ميديا. ايه الموضوع ده؟ بصي ايه الموضوع تقول لي اتعلم الاكشن بتاعي ايه ده؟ لا لا بصي وفيق اصله ده عشره عمر يعني وفيق. فنان جميل طبعا موجه له كل التحيه. كل سنه تابع وفيق يلا. يلا بس كده عميق قوي اصله الفتره اللي فاتت كده عمال يكتب حاجات عميقه. بص احمد وفيق
أخويا يعني من أصدقائي المقربين جدا جدا. وإحنا على السوشيال ميديا دايما نخش نبوظ بوستات بعض، أبقى كاتب حاجة بجد جدا فروح دي بتبقى مشكلة على فكرة. فيخش هو يهزر خلاص البوست، وبعدين بقى عندنا جمهور يعني مستني بقى يشوف الخناقة، تابعنا وناس تستنى إن إحنا نعلق عند بعض، ولو هو اختفى شويه يبعتوا لي يقولوا لي احمد وفيق فين يا جماعه، ومش ابن اختي يعني ويبعتوا له يقولوا شريف فين. فلا وفيق ده حته لوحده. طب طبعا ربنا يخليكم لبعض، بس بما ان احنا يعني في العيد اول ايام العيد صحيناك بدري وقلت لي انت نايم ساعه واحده بس، هل ده معناه ان انت مش هتخرج الاسره الكريمه في العيد؟ لا هو في العيد ما بنخرجش خالص. لا يعني خروجات عائليه بتاع كده بس، بنخرج يعني انا ان شاء الله ما تحسسنيش بالذنب. انت بصي انت النهارده بجد شريره جدا. ليه بقى؟ عشان انا لسه متخانق في البيت على موضوع الخروج، لان انا بقالي فتره بصور فما بنخرجش. هل انا اعرف حاجه عن الخناقه؟ انا ما اعرفش حاجه عن الخناقه يعني. بس حسيت ما شاء الله عليكي بجد يا جماعه، حسيتك بتديني مقدمه، انا نايم ساعه وهروح انام، فحسيت ان دي مقدمه رساله معينه. مفيش خروج صح؟ يعني طب العيد يا جمانة مرسي، انت جات انت عظيمه بجد. انا بهدي الدنيا يعني، بهدي الدنيا بحاول. طب العيديه؟ لا العيديه خدوها الصبح. خدوها. انت عندك طبعا ثلاث اولاد، ولدين وبنت، ما شاء الله ربنا يخليهم لك. عندي عمر وجواد دول توينز، وعندي حبيبه الكبيره ست الصبايا دي ربنا يخليهم لك يا رب. حبايبي مش هتخرجهم في العيد برضه؟ يا يعني هحاول اعمل ده، بس احنا عشان الزحمه بس، يعني فكره الزحمه دي مش بحبها. طيب قولي بقى انت كنت بتقضي العيد ازاي؟ انت فنان بقى من وانت صغير وما شاء الله تلفزيون وسينما، وكان في مسرحيه كمان كانت بادي جارد. صح. كنت بتقضي العيد بتاعك ازاي زمان؟ وانا صغير نايم. والله ما بحبش اخرج في العيد يعني، وانا ده وانا صغير. في العيد بقى لما كبرت يعني مثلا ايام المسرح كنت بعرض. طب في حد كان بيسال عليك في العيد يعني طفل نايم ليه؟ ما بحبش اخرج في العيد، فكنت بقضي العيد في البيت يعني. هو يوم الوقفه ده بالنسبه لي كان العيد، اخرج مع اصحابي، ابات بره مع اصحابي، ونرجع الصبح نصلي العيد ونطلع. بتودي العيديه فين؟ لا ما يعني مش دي القضيه يعني. مش موضوع العيديه، ما كنتش بحب اخرج واحس ان في حاجه روتينيه بتحصل يعني، مش عشان لازم نخرج. فهي كانت تجمعتي مع اصحابي واحنا صغيرين. سوري. في يوم الوقفه هو ده العيد بالنسبه لنا. طب لبس العيد كحك؟ لا كنا بنجيب كل ده موجود. كنت بعمل كحك مع ماما الله يرحمها، واودي الصاجات الفرن وحاجات. برافو. عظيمه كده. طيب واولادك دلوقتي بقى ايه اللي بتحاول يعني تعودهم عليه في العيد؟ والله بصي، هي مامتهم هي اللي بتحاول تعودهم، لان انا مقصر في حقهم جدا حقيقي يعني، وانا بشكرها وبقول لها، يمكن هي الوحيده اللي عايزه اقول لها شكرا على الفتره اللي فاتت، لانها بجد استحملت فتره صعبه جدا، سنه كامله صعبه جدا، وهي كل سنه وهي طيب. فهي بصراحه هي اللي بتقعد ترتب للولاد الحاجات دي وبتزقني ان انا اعمل ده. وانا مقصر مقصر يعني، عشان بس نبقى متفقين يعني، حتى بعض اقول لها انا ما كنتش اب قبل كده يعني، فحاولي واحده واحده عليا يعني. فهي اللي بترتب لهم وبتزقني وبتوجهني ان انا اعمل ايه. يعني انا الولاد عندي انا تافه جدا معاهم مبدئيا يعني. طب دي حاجه حلوه ان انت تقرب لهم، دي حاجه حلوه، دي بالعكس مش تفاهه. بس ما بعرفش اربي، انا ببوظ اللي هي بتعمله، ما دي المصيبه السوداء. دي مشكله يعني، خناقاتنا بسبب كده، ان انا ببوظ اللي هي بتعمله. لا بس برضو يعني خلينا نقول الاب اللي بيدلع، معروف ان الاب بيدلع والام هي اللي شويه بتبقى شديده معاهم، ماسكه الدنيا شويه صح. هي بتتعامل معايا ان انا ابنها الكبير، فدي ربنا يخليكوا لبعض والله. ويعني دي كفايه، وبعدين يعني شكرك ليها الحقيقه، ده يقول قد ايه انت مقدر اللي هي بتعمله معاك ومقدر مجهودها. بصي يعني لما والدتي توفت عرفت ان الام عمود البيت مش الراجل حقيقي، وانا يعني عارف ده كويس جدا، او فهمت ده كويس جدا. فهي بصراحه لا يعني ما شاء الله عليها، ربنا يديها الصحه يا رب، وتستحمل اكتر واكتر. ان شاء الله ان شاء الله. طب قولي سريعا جدا يا شريف، ايه اللي جاي؟ في خطه واضحه للي جاي؟ سايبها على ربنا ان شاء الله، يكتب يعني لك كل خير
وانا بحييك وسعيده جدا ان انت كنت معايا النهارده. الف الف مبروك مره تانية على دورك بسوق كانتو ونورتنا في صباح الخير يا مصر. ربنا يخليك، كل سنه طيبه وكل سنه ومصر بخير وكل الناس بخير. وبعتذر لو يعني بالعكس احنا اللي بنعتذر. انا اللي بعتذر والله. لا خالص خالص. شكرا ليك. طبعا الفنان شريف ادريس كان منورنا في صباح الخير يا مصر، بشكرك مره تانية. ميرسي ليك. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي نشوف مع حضراتكم تقرير عن احتفالية عيد الفطر مع أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية من الجيش والشرطة، واللي شارك فيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا مصر بيكم، انتم انتم ولاد الابطال، ولاد الابطال، ولكم في رقبتنا كل الخير والامان والسلام. في يوم سالنا ابويا وقال لي نفسك تبقى ايه، قلت له نفسي ابقى زيك بطل بيحكوا الناس عليه. علمنا ابويا معنى الشهاده، كل سنة ومصر طيبة، كل لحظة وإحنا فيها في سلام وأمان، وإحنا بنكبر أكتر وأكتر وما بننساش تضحيات رجال أبطال. سابوا كل حاجة وراهم، ما فكروش غير في بلدهم، سابوا أطفالهم وأسرهم، أمانة في رقبة كل المصريين. والنهاردة وزي ما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام، عودنا إنه بيحتفل بالعيد وسط أبناء الشهداء، وقواتنا المسلحة كمان دايماً معاهم في كل المناسبات. السلام عليكم، كل سنة وحضرتك طيب، عيد مبارك عليك، كل سنة وحضرتك. أنا أشكر سيادة الرئيس على الهدية الجميلة اللي بعتها لنا، ودايما هو عشان سيادته فاكرنا، وإن شاء الله في تقدم إن شاء الله، وربنا يعينه ويقويه. محمد دلوقتي كل سنة وانت طيب يا ابني، وزملاتك الحمد لله مش ناسينك، ولا وسيادة الرئيس ناسيك خالص الحمد لله، يعني تفرح الحمد لله، ويعني هو أكيد فرحان بينا الحمد لله دلوقتي. نشكر سيادة الرئيس الاهتمام دائما بأسر الشهداء ومتابعة أحوالهم، وطبعاً دي من حاجة مش جديدة على سيادته، لأنه زي ما بيقولوا أبو المصريين، وربنا يحفظهم جميعاً من كل شر وسوء، ويحفظ بلدنا ويجعل بلدنا أمن وأمان. اللهم أمين يا رب العالمين. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن تعاونه مع أسر شهداء مصر، وأنا فخور جداً بدعوة سيادته وحضور حضراتكم لنا البيت. أنا راجل مسن ما قدرتش ألبي طلبات حضراتكم وأجيلكم في العيد. يجعل مصر في أمن وأمان، القوات المسلحة على رأس الجميع، حماية للبلد وحماية للوطن. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب، وربنا يخليكم لمصر ويبارك فيكم، وكل سنة ورئيسنا طيب ويقدروا وعلى تحمل مسؤوليتنا. نتشرف بحضرتك ونتشرف بالناس الحلوة دي كلها، الجيش كله، يعني ده شرف كبير قوي قوي قوي. نشكر كل فرد في القوات المسلحة ونشكرهم كلهم وجمايلهم على دماغنا، وربنا ينجيهم من كل شر. بشكر السيد الرئيس السيسي على المجهود اللي بيعمله البلد، ربنا يوفقه في كل خطوة يخطيها يا رب. شكرا للسيد الرئيس. السيد الرئيس ربنا يوفقه ويبارك لنا فيه يا رب، يسدد خطاه كل سنة هو طيب. الفخر وليه الشرف
ان السيد رئيس الجمهوريه كرمنا قبل كده في 2017، وليا طبعا الفخر والشرف ان سيادته لحد النهارده يعني، ودي حاجه تخليني ممتن جدا، فاكر رجالته، وللمره الثانيه بيشرفني بالتكريم بتاعه ان هو فاكرني وفاكر كل زمايلي اللي كان لهم دور وتصوف في منطقه العمليات. طبعا بشكر القياده العامه للقوات المسلحه واسره السيد وزير الدفاع، وصولا لحد احدث جندي في القوات المسلحه، على الدعم المستمر، وان هم لسه فاكرين مصاب العمليات، وان هم دايما يعني بيفرحونا وبيدخلوا البهجه علينا وعلى اسرنا. القوات المسلحه ابدا ما بتنساش اي حد من ولادها. شكرا سياده الرئيس على تعاونكم المستمر ودعمكم الدائم في لأسر مصابي وشهداء العمليات الحربية وغيرها من فئات المجتمع المختلفة. لي الشرف والفخر أني شاركت في العملية الشاملة سيناء 2018، كانت هدفها هو حماية الوطن والدفاع عن أرض مصر الحبيبة وحماية شعبها الكريم. موضوع الإصابة الحمد لله ما أثرش فيها خالص، بالعكس رفع من روحي المعنوية، وحسيت أن أنا عملت حاجة للبلد وقدمت حاجة حتة مني بمعنى أصح. كان دايما بيقول فداها عمري كله طول ما لسه في روح، مصر أغلى، مصر أبقى، مصر فداها الغاليين بدماهم وأرواحهم، ربنا حافظها ليوم الدين. مصر أغلى حاجة عندي، مصر ضي ونور عينيا، خد نصيحة قالها جدي، مصر ليها حق فيا، إن أكون دايماً حماها، إنها تكون حتة مني، أعمل اللي نور رضاها، أبقى منها وهي مني. اللي دافع عن بلاده لأجل ما تعيشه في سلام، وضحى علشان بحياته، اضربوا له تعظيم سلام، اضربوا له تعظيم سلام. ربنا يرحم كل شهدائنا ويصبر كل أم وأب وأخ وأخت، كل شهيد. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم بكرة إن شاء الله، لكن في مواعيدنا القديمة من 7 لـ10. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويديم علينا لمتنا، ويديم علينا أفراحنا. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية، وصباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير يا مصر.